بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنعمل شو عندنا للفايل أو الإيميج عندنا في الويب سايت. بعد ما عملنا لها أبلود في الداتابيس وأبلود في الويب سايت عندنا أو في المشروع عندنا، تمام، عايزين نعمل لها شو عندنا على الويب سايت. تمام، طبعا احنا عملنا الستور وعملنا الكرييت، فهنعمل صفحة الاندكس عشان نعمل لها شو للايمج عندنا في الويب سايت. طب نعملها ازاي؟ ادي ناخد فاريبل كده ايمج بيساوي نعمل امبورت للموديل، وهنقول له all. ممكن انت تقول له get على حسب ما انت عايز السيناريو بتاعك يتم. تمام، هنقول له all وهنقول له return image ونتفرج على اللي هيرجع لينا في المشروع بتاعنا. نعمل refresh، ادي الراوت اللي احنا هنزوره. تمام، نعمل ريفريش. تمام، رجع لنا الاي دي بتاع الصوره، اي دي رقم 1، والباث اللي هو الموقع الصوره فين، في سواء في الداتابيز سواء في المشروع سواء في البروجكت بتاعنا. تمام، والكريدت اد والابديت اد. تمام، يبقى رجع عندك الاثنين ايمج اللي احنا انشاناهم، ان احنا عملنا لهم كريدت عندنا في الداتابيس. احنا بقى عايزين نعمل له شو فين على صفحه بريد او في صفحه فيو كده بطريقه احترافيه، بحيث ان احنا بعد كده فيما بعد نستخدمها في الاي كوميرس بتاعنا ونستعرض المنتجات عندنا على صفحه الشو. تمام، نعملها ازاي؟ طبعا استغلال للوقت، انا انشأت صفحة الفيو، عملت هنا في الايمج في الفولدر بتاع الايمج عملت صفحة اسمها اندكس. تمام، وعملت فيها الفور ايدج. تمام، وعملت فيها ايمج اللي هو الفاريبل اللي احنا جايبينه من كنترولر از ايمج، وجبت كده من البوت ستراب حاجة زي البوست كده عشان نعرض فيها ايمج. تمام، وعملت الايمج والسورس بتاعها اللي هو الاسيت هنا في البابليك. تمام، اول ما بتكتب له اسيت يبقى يعرف ان هو البابليك على طول، بيروح على فولدر البابليك. وايمج اللي هو الفولدر اللي فيه اللي احنا كاتبينه في الفايل سيستم اللي هو في الصور بتاعتنا اللي احنا نربطها بينها وبين الداتابيس دوت. تمام، الايمج اللي هو الفاريبل ده مع الباس اللي هو الكولم اللي موجود في الداتابيس عشان يجيب كل الصور اللي موجوده في الداتابيس، وعملنا عليها فور اتش. فيما بعد ممكن انت بقى لو عندك بوستات او عندك بروديكت او وصف ليها، ممكن تعمل بقى الايه الديسكريبشن هنا كده، يبقى تستدعي الكنترولر اللي بيعمل الديسكريبشن بدل النص ده تعمل ديسكريبشن. وهنا ممكن نعمل الكريديت اد، يعني احنا ممكن نعمله على طول. ادي الكريديت ادي ايمج اوف كريتد ات. وراح نتفرج على اللي هيحصل عندنا. بس الاول قبل ما نروح هنقول له ريتيرن بقى الفيو بتاعتنا، ريتيرن فيو، الفيو اللي هو
image dot index. image.index وهنقول له compact image compact عشان يرجع لنا ال variable بتاعنا اللي هي عندنا في ال database. طيب عملنا سيف، نعمل ريفريش عندنا في البروجكت. تمام، عرض لك التاريخ بتاع الصورة، ادي الصورة اهيت اللي هي جاية من الداتابيس، وعرض التاريخ بتاعها اللي احنا انشأنا فيه. طبعا فيما بعد بقى ممكن تعمل تعديل وعرض واضافة بروديكتو وكده، يعني فيما بعد يعني ان شاء الله نقدر ان احنا، بس احنا موضوع المحاضرة بتاعنا ان احنا نعمل شو للصورة بتاعة البروديكت اللي جاية من الداتابيس. طيب ننشئ صورة كده تانية عشان نتأكد. Create. نختار صورة. لم يكن. نختار الصورة دي ونقول له submit. تمام. ونروح نزور الروت تاني. تمام، ادي الصورة انشأها فعلا. تمام، يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نعمل شو للبروديكت بتاعتنا في الداتابيس. طبعا انت ممكن تعمل تخلي البوستات تيجي من الاول للاخير على حسب انت برضو يعني اختيارك في الكنترولر. يعني انت كده في الكنترولر ممكن تيجي تقول له بدل all تقول له last last pagination، وبعد كده بتعمل لها فيو للايمج عندك في الداتابيس. طبعا ده بس كان السيناريو اللي احنا كنا عايزين نعمله وعملنا العرض بتاعته. تمام، استنونا في المحاضرات القادمة ان شاء الله.